مرحبا فيكم مشاهدينا. كثير مناسبات بتمر علينا وبدنا نقدم ازهار ولكن ما بنعرف اللون والشكل المناسب لهي المناسبه، ولكن اليوم رح نعرف شوي عن اتيكيت تقديم الزهور، ولكن خليكم معنا. اليوم بدنا نحكي شوي عن المناسبات اللي بيقدموا فيها اكثر شيء بوكيات ورود والاتيكيت تبعها. هلا بنبلش اول شيء عندنا الفالنتاين. اليوم بالفالنتاين متعارف عليه هو اللون الاحمر اكثر شيء يعني بياخذوه كورود، بالاضافه في عندك عالم مثلا تاخذ بتفضل مثلا شو بتحب اللون مثلا حبيبه او حبيبتها، تمام؟ مثلا ممكن نستخدم الوان البينك، الوان درجات الموف، تمام. في عندنا مثلا العزاء أكثر شيء متعارف عليه هو اللون الأبيض، وفي عالم ممكن تحط اللون الأصفر معه إنه هذا الشيء بدل على الموت. في عنا كمان مناسبات العادية، مثلا استقبال من المطار، زيارة حدا بالبيت أو شيء، هون ساعتها بتختلف الألوان على حسب ذوق الشخص، ممكن يختار ألوان البينك، ممكن يختار درجات الأصفر الأورانج، يعني الألوان الفرحة، تمام. في عندنا مثلا مناسبة عيد الأم كمان هون، وأكثر شيء العالم بتتجه بعيد الأم لألوان الأبيض كثير، مثلا ألوان البينك. وآخر شيء مثلا ممكن نحكي عن هون اللي أكثر شيء بيستخدموه بأربيل، مثلا بيقدموه كورد، هي مناسبة الأعراس، كمثال مثلا بقت العروس. أوكي، وهلا بعد شوي رح نفرجيكم شلون نشتغلهم والموديلات اللي بنعملها لباقة العروس. بالنسبة للورد الطبيعي يعني هو نسبة ثانية، يعني بيعيش من أسبوع لعشرة أيام، فنحن بنحاول قد ما كان إنه نهتم فيه أكثر مشان يضل عايش لفترة أطول. مثلا يعني بنخليه بمي باردة وكل يوم يومين بنغير له المي، بنخلي درجة الحرارة معتدلة ومايلة للبرودة أكثر. وهلا إقبالا هون بإربيل يعني العالم عم تميل للورد الطبيعي أكثر بالنسبة لبوكيات تنسيقات، بس على الأعراس يعني أحيانا صناعي أحيانا طبيعي، بس الإقبال أكثر هو على الطبيعي.